كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعين في المجلد 16 صفحة 101، فإنه يذكر أن قريشا في باب مناقب قريش يقول قريش هذا الاسم إنما هو إلى من؟ ما هو اسم قريش؟ قريش الذي تنتسب إليه هذه القبيلة وسميت باسمه. قال اسمه فهر بن مالك، لكن من الذي سماه قريشا بهذا الاسم؟ يقول قال الزبير، قال عمي فهر هو قريش اسمه هو قريش اسمه وفهر لقبه، هذا قيل. قال وعن ابن شهاب وهو الزهري اسم فهر الذي سمته أمه قريش، يعني أمه هي التي سمت هذا الشخص بقريش. فإذا كانت التسميات موكولة إلى النساء، العرب هكذا كانوا يصنعون. فعلى هذا الأساس نقول إن المخالف الذي يحتج على الشيعة يقول إن أمير المؤمنين سلام الله عليه سمى هؤلاء الأبناء بهذه الأسماء. لا يوجد عندنا نص أن أمير المؤمنين هو الذي سمى أبناءه بنفسه. وعلى حسب ما هو المتعارف أن زوجة أمير المؤمنين التي أنجب لها هذا الابن هي التي تسمي ابنها بالاسم الذي تختاره. فعلى هذا الأساس ينبغي للمخالف أن يثبت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي سمى أبناءه بهذه الأسماء. وهذا طبعا مضافا، لو أنه ثبت ذلك عليه أن يثبت أيضا كما قلنا أن الداعي من التسمية هي المحبة والرضا بخلافة الخلفاء الذين سبقوه. الجواب الرابع، أننا لما نأتي إلى هذه الأسماء أو الأسماء الخلفاء أبو بكر عمر عثمان، أما بالنسبة إلى أبي بكر، أولا أبو بكر هذا ليس باسم، ليس اسما لأبي بكر، وإنما هو كنية، وأبو بكر اشتهر بهذه الكنية. اسم أبي بكر كما هو المعروف أنه اسمه عبد الله أو عتيق. قال ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة في المجلد 7 صفحة 38 في ترجمته إلى أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، قال اسمه عبد الله وقيل عتيق بن عثمان. إذن هذا ليس اسما لأبي بكر وإنما هو كنية. فحتى لو كان هناك عند أمير المؤمنين من تسمى بأبي بكر فهذا ليس اسما للخليفة أبي بكر. الشيء الثاني، أن الشيخ المفيد وهو من كبار علماء الشيعة قال في كتابه الإرشاد لما يذكر أسماء أبناء أمير المؤمنين في المجلد الأول صفحة 354 ذكر أيضا من ضمن أبنائه، قال ومحمد الأصغر. من أبنائه هناك محمد وهناك محمد الأصغر، المكنى أبا بكر. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يكن عنده ابن اسمه أبو بكر، وإنما عنده ابن اسمه محمد الأصغر كنيته أبو بكر. هذا بالنسبة إلى أبي بكر. أما بالنسبة إلى عثمان، عثمان كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين في صفحة 84
قال وعثمان بن علي الذي روى عن علي الذي روي عن علي أنه قال إنما سميته باسم أخي عثمان بن مضعون. هذا ذكره أبو الفرج الأصفهاني، وأبو الفرج الأصفهاني ليس من الشيعة، هذا ليس من الشيعة على حتى يقال إن هذا شيعي وتحتجون بما يقوله علماؤكم. هذا إنسان ليس بشيعي، وهو صرح بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما سماه باسم عثمان بن مضعون. أما عمر، عمر ابن الخطاب طبعا كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع صفحة 134 ذكر أن في ترجمته إلى عمر بن علي ذكر عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي إلى أن قال وبقي حتى وفد على الوليد ليوليه صدقة أبيه ومولده في أيام عمر، فعمر سماه باسمه. من الذي سمى عمر بهذا الاسم؟ عمر بن علي، هو عمر بن الخطاب نفسه. ونحله غلاما اسمه مورق، قال العجلي تابعي ثقة. فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء لم يسمي ابنه عمر هو بنفسه، وإنما الذي سماه هو عمر بن الخطاب. فالنتيجة أن اسم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس عنده ولد اسمه أبو بكر، وأنه سمى ابنه عثمان باسم عثمان بن مضعون لا باسم عثمان بن عفان، وأن اسم عمر ليس من تسمية أمير المؤمنين لابنه، وإنما سماه عمر بن الخطاب.